أهلا وسهلا أحبتي، تحية طيبة وسنة سعيدة وكل عام وانتم بألف خير. اليوم كيف ما وعدتكم على الصفحة بالفيسبوك وكذلك على الإنستغرام، غادي نعرفكم إن شاء الله بأجواء الكريسماس وأجواء رأس السنة هنا في ألمانيا، وكذلك غنعرفوا بهذين العيدين أو بهاتين المناسبتين، وغادي نعرفوا بهم إن شاء الله من وجهة نظرنا كجالية مقيمة بألمانيا. قبل من هادشي كله إن شاء الله غادي ناخدكم معايا الفضاء العام، وغادي نوريكم الأجواء ديال الشوارع وكيفاش الناس كيزينوا المداخل ديال البيوت وكيفاش كيزينوا الأبواب والشرفات، وأجواء رومانسية جميلة جدا شتوية يعني أعشقها، هي أجواء الشتاء، أجواء الكريسماس ورأس السنة هنا في ألمانيا. بقوا معايا ولا نعودة ناخذكم معايا إلى أجواء الفضاء العام في رأس السنة. ها هي الشجره ديال الكريسماس اللي كتسمعوا بها دائما، كتجي مواكبه للاحتفالات ديال عيد ميلاد ديال المسيح. هاد الشجره ديال الكريسماس الاصل ديالها الماني، كتعود للقرون الوسطى بالمانيا اللي هي كتكون الاغابات ديالها غنيه بالصنوبر ودائمه يعني كتكون دائمه الخضره. فهاد العاده هذه راها ماشي عاده ديال المسيحيين، ولكن ماشي عاده مسيحيه، وانما عاده عندها كترجع لبعض القبائل الوثنيه اللي كانت كتعبد واحد الاله ديال الغابات. فهاد الوثنيين كانوا كيزينوا الاشجار وكيتقربوا بها لهاد الاله هذا. فالمسيحيين خداو هاد العاده هذه وضافوها العادات ديالهم باش حتى هاد الوثنيين هادو يتقبلوا الدين ديال المسيحيه، فبداو كيحتفلوا بها دائما كمظهر مظاهر احتفال بالكريسماس. ف شجره الكريسماس كيوضعوها الالمان والمسيحيين، كيدعوها في البيوت ديالهم كيزينوها، وكاين اللي كيجيبها يعني صناعيه، وكاين اللي كيجيبها يعني كيجيب يعني كيتباع كذلك اشجار يعني طبيعيه، وكيزينوا بها البيوت ديالهم. كيجيبوها نورمالمون الكريسماس كيبدا نهار 25 سبتمبر، وهما كيجيبوا هاد الشجره هادي قبال كيوضعوها وكيزينوها، كتبقى مده وهي عندهم في البيت، كتعبر على رمز الحياه والنور، وكيحطوها كيف ما قلت قبل العيد بايام، وكتبقى مده كذلك حتى من بعد راس السنه. فكيحطوا كيوضعوا تحتها الهدايا اللي كيفرقوها نهار ديال راس العام. وهاد الهدايا هادي عندها اصلا جايه من طقوس دينيه وثنيه ايضا، اللي كانت الكنيسه الكاثوليكيه حضرتها في القرون الاولى والقرون الوسطى بسبب الاصول ديالها الوثنيه، وعاد رجعات وانتشرت هاد العاده ما بين المسيحيين وجعلوها مرتبطه بامورهم الدينيه بقديس نيكولا. هذا القديس نيكولا اللي هو الاصل ديال بابا نويل ولا سانتا كلوز، هذا القديس كان كيوزع على العائلات الفقيره في اسيا الصغرى، كان كيوزع عليهم الهدايا وكيفرق عليهم الطعام واللباس تزامنا مع عيد الميلاد، بلا ما تعرف العائلات شكون هو الفاعل، شكون هو اللي هدا لهم هاد الامور، كان كيوزع على الفقراء الهدايا. فمن هنايا تخدات الفكره ديال بابا نويل ولا سانتا كلوز. احنا دابا وصلنا للدار، كيف ما لاحظتوا حتى انا عندي بعض مظاهر ديال التزيين وبعض مظاهر ديال الاضاءه ديال الاجواء ديال راس العام ايضا، لانني تنحب هاد الاضاءه. اصلا انا عندي هاد الاضاءه هادي على طول المده الشتويه، كتجيني شيء رومانسي وشيء جميل يعني في مواسم ديال البرد هنايا في المانيا. احنا تبارك الله عندنا البرد طويل وقاصح، فهاد الاضاءه وهاد التزيين كيعطي واحد الدفء وكيعطي واحد الاجواء شتويه رومانسيه.
لان كما قلت شتاء ديال المانيا شتاء قارس وبرد قارس وطويل. فكيف ما لاحظتوا فالاجواء سواء عندي ولا عند الجيران يعني تزيين بالاضواء كيكون خارج البيوت وايضا داخل البيوت. انا غادي ندخلكم معايا للدار وتشوفوا بان هاد الاضاءه وهاد التزيين كيكون كذلك من داخل البيوت. يعني انا افضله كذلك داخل البيت وخارج البيت، فانا احب التزيين بالاضواء في فصل الشتاء. فهاد السنة في ألمانيا، رأس السنة في ألمانيا هاد العام يعني هادئ جدا، يعني ديك الأجواء دي اللي كتكون في الفضاء العام، ديك الأجواء الصاخبة والمفرقعات والشوارع كتكون مليانة. هاد العام أجواء صامتة هادئة، كل واحد كيقضي رأس العام بوحدو في دارو، وحتى حنا قضينا رأس العام بوحدنا في دارنا. وكيف ما قلت الأجواء هادئة، وأنا دابا هنايا طيبت واحد الإوزة واللي هي عادة من عادات أيضا الألمانيين في هذه في أيام رأس السنة. طيبتها في الفران وضفت لها بعض يعني بعض المقبلات وبعض الأطباق اللي هي أطباق في الأصل ديالها ألمانيا، بحال الملفوف الأحمر كما كتشوفوا، وكذلك البطاطا المسلوقة، وبعض وشيء من الفول المدمس بالخلطة الشامية، وبعض الأشياء الأخرى. بالصحة والراحة. كنتمنى الأجواء ديالنا ديال رأس السنة تكون عجبتكم، ولنا عودة وموضوع أعياد الميلاد ورأس السنة. طيبت واحد القهوة باش نجلسو إن شاء الله ونتكلموا على الموضوع اللي وعدتكم أننا نتكلموا عليه، واللي هو أننا نعرفه بالكريسماس وبراس السنة. كنلاحظ بزاف ديال الخلط خصوصا على صفحات ديال الفيسبوك، كاينه بعض التدوينات اللي كتخلط ما بين الكريسماس وما بين راس السنة، وهناك كذلك ناس يعني معارف وهذه كيخلطوا ما بين الكريسماس وما بين راس السنة، اللي هما شيئين مختلفين تماما. يعني فيما يتعلق بالكريسماس فهو كيعبر على عيد ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وكيتعتبر عند المسيحيين ثاني أهم عيد من الأعياد ديال المسيحيين. وهذا العيد هذا كيبدأ في 25 من شهر سبتمبر. عيد ميلاد ديال سيدنا المسيح غير معروف بالضبط، يعني فوقاش تولد سيدنا المسيح ما معروفش بالضبط. فعيد الميلاد كتبدا عند المسيحيين من نهار 25 سبتمبر حتى نهار 27 سبتمبر، بينما العيد ديال راس السنه يعني راس العام كتبدا فيه الاحتفالات نهار 31 سبتمبر، يعني الليله ديال راس العام، وهو اليوم الاخير حسب التقويم الشمسي الميلادي الجريجوري نسبة إلى بابا روما في القرن السادس عشر، اللي عدلوا باش يكون بهذا الشكل الدقيق للسنة الشمسية، يعني 355 يوم في السنة البسيطة و 366 يوم في السنة الكبيسة. فالاحتفال ديال رأس السنة ماشي هو ميلاد المسيح، فرأس السنة هو احتفال في آخر يوم من آخر شهر من كل عام في جميع أنحاء العالم. يعني الناس كيحتفلوا بقدوم سنة جديدة وكيتشاركوا فيه، يعني كتكون واحد مظاهر احتفالية تشاركية في بعض التقاليد والعادات، بحال يعني حضور الحفلات وتناول المأكولات اللذيذة الخاصة، وكذلك كتكون بعض المظاهر ديال يعني مشاهد وعروض الألعاب النارية والمفرقعات. هذا ما يتعلق بالتعريف ديال كريسماس وديال راس السنة وفيما يتعلق بالفرق بيناتهم. أما فيما يتعلق بحكم الاحتفال بعيد راس السنة الميلادية فهو حكم مختلف. فهناك يعني بعض آراء العلماء اللي كيشوفوا
العلماء الدين اللي كيشوفوا بان الاحتفال براس السنه الميلاديه والتهنئه ولا المعايده يعني مباركه المسيحيين يعني باش انك تبارك لهم العيد وتقول لهم مبروك عليكم ولا انك تحتفل معهم فكيشوفوا بانها حرام. يعني هناك ائمه واغلبيتهم ربما تيقولوا بانها حرام باعتبار ان هذا العيد هو عيد النصارى وكيعتبروا بان الاحتفال مع المسيحيين بهذا العيد او مباركه المسيحيين وتهنئتهم بمناسبه هذا العيد هو يعتبر بمثابه اقرار بشعائرهم وهنا يعتبر الائمه هذه الشعائر خارجه عن اطار الاسلام ولا يجوز الاحتفال بها او كذلك مباركتها. اما القول الثاني هو ان الاحتفال براس السنه الميلاديه ومعايده الاخرين بهذه المناسبه مباح باعتبارها ماشي عيد ولا شي مناسبه دينيه لان انا قلت لكم الفرق ما بين راس العام وما بين كريسماس. اوكي فراس العام ليس هو يعني ولاده المسيح، ولاده المسيح تبدا من نهار 25 سبتمبر اما راس العام يكون عند نهايه كل سنه في اخر شهر واخر يوم من ذاك الشهر ويعني استقبال السنه المقبله بعدها مباشره فتكون هناك احتفالات على صعيد العالمي. فهؤلاء الائمه يعتبرونها مباحه لانها ليست عيد او مناسبه دينيه ف يعني بالشرط ويشترطون هنا ان يكون ذلك بالحرص على الضوابط الشرعيه من غير تقصير في اداء الواجبات الدينيه الاسلاميه وفي اداء الفروض كذلك ويعني كذلك عدم اتيان اي معصيه او محرم من المحرمات التي نصت بها الشريعه الاسلاميه. يعني مش غادي تشارك العالم في الاحتفال براس السنه وانك غادي تمشي تسكر وانك غادي تمشي تشرب وانك مثلا غادي تمشي تاكل لحم الخنزير. يعني هذا الاحتفال ما خصوش يناقض اي شعيره من الشعائر الاسلاميه وما خصوش يكون سبب في ان الانسان يتخلى على اي فرض من الفروض ولا من الواجبات الدينيه وما خصش يكون فيه حتى شي معصيه او محرم من المحرمات. وهنا يجوز الاحتفال براس السنه كونه يعني احتفال عالمي وفرحة بقدوم سنة مقبلة حسب إفتاء فتوى دار الإفتاء المصرية. فعلى لسان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية المصرية هو تقول بأن الاحتفال برأس السنة جائز شرعا ولا حرمة فيه خصوصا وأن رأس السنة كيجي موافق المولد المعجز لسيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فهذا المسيح عيسى خلده القرآن الكريم وأمر بالتذكير به وبوصف ولادة ديالو من أيام الله وكذلك بوصف اليوم ديال الولادة ديالو بيوم سلام على البشرية. وهذا هو الرأي الذي أميل أنا إليه ويميل إليه عقلي وتميل إليه نفسي لأنني إنسانة من طبعي كنحب التعايش وكنحب السلام. فهاد الفتوى في نظري هي حل وسط لأننا أيضا كنأمن بسيدنا المسيح وهذا كيجعلنا أننا نظهروا بحسن الخلق لأننا ركزنا هنا على هذاك الشيء اللي كيجمعنا وما ركزناش على هذاك الشيء اللي كيفرقنا لان عوض ما نخليو هذه المناسبه عوض ما نجعلوا هذه المناسبه هي مناسبه وفرصه لاظهار عيوب معتقدات الاخرين واستعمال اسلوب تعالي عليهم وفحال حنايا اصحاب الحقيقه المطلقه وهما اصحاب الزور واصحاب اللغو واصحاب الكفر. فبالعكس انا كنستغل هذه المناسبه كفرصه من اجل السلم والتسامح واحتواء الاخر والسلام. كثير من المسلمين كيستغلوا هذه المناسبه للصراع العقدي بالعكس كيربيو ابنائهم على مواجهه المسيحيين وانتقادهم في العقيده ديالهم والاستهزاء بالديانه ديالهم للاسف ويعني كيستهزئوا بالديانه ديالهم كيبينوا بانها باطله وهذا الشيء ليس من حكمه الاسلام في شيء ابدا. اما فيما يتعلق بالاعتراف ديال الاخرين بالاعياد ديال المسلمين الدينيه ف انا كنشوف بانه لاني والحمد لله باني مسلمه وكنحمل في الصدر ديالي اخر الديانات ما كيهمنيش الانسان يامن بالدين ديالي ولا يعترف به ولا ما يعترفش به. اوكي فما كنفرضش على المسيحيين الاحتفال معايا وانما كنفرض عليهم
بالطريقه ديالي، بالطريقه ديالي الحكيمه، احترام المعتقد ديالي. فمنين انا كنحترم المعتقد ديالو بالرقي وكنبين ليه السماحه ديال الاسلام والاحتواء ديال الاسلام لباقي الديانات الاخرى، كنكون بهالطريقه كمسلمه عطيتو الدرس في التسامح وفي احترام عقائد الاخرين. فما بالتالي ما كنشوش بالدين ديالي الا بقيت في هذيك الشد اللي نقطع ليك نتوما ما كتعترفوش حتى انا ما... لا بالعكس، انا بهالطريقه هذه كنعطيه الدرس في الرقي ودرس في التسامح، وكنقدم واحد الصوره جميله على المسلمين في بلاد المهجر. فهو بالتالي كيضطر انه يحترمني وانه يقدرني وانه يستوعب يعني كيفاش انا المسلمين كيامنوا بالرسل الاخرين، بالانبياء الاخرين، بالديانات الاخرى، وحنا لما لا. فكيطرح تساؤل، فبالتالي هذا كيؤدي كيفتح واحد الباب من ابواب الدعوه الطيبه. لكن على العموم المجتمع الالماني اللي انا كنعيش فيه، رغم انه مجتمع علماني، فهو كيضمن على المستوى القانوني والاجتماعي للمسلمين الحريه ديال الاعتقاد والحريه ديال الاحتفال والحريه ديال التدين. يعني هنايا في هذا المجتمع هذا امن بمن بغيتي، تدين كيف ما بغيتي، صلي كيف ما بغيتي، احتفل كيف ما بغيتي، ما دام احتفالك وتدينك ومعتقدك لا يؤذي الاخرين في شيء، لا يؤذي، لا يتطاول على حريه الاخرين. اوكي، ولكن رغم ذلك كنشوفوا هنا وهناك بعض مظاهر ديال العنصريه ضد المسلمين فيما يتعلق باحتفالاتهم وطقوسهم وعاداتهم، اللي هذا الشيء عنده صراحه اسباب، واللي المسلمين كذلك عندهم يد في هذه الاسباب هذه، وانا غنوضح لكم. فبعض ممارسات المسلمين انفسهم، بعض ممارسات المسلمين كتكون خاطئه وكتكون شاذه بهذا المجتمع العلماني اللي حنا كنعيشوا فيه، وهذه الممارسات الخاطئه والشاذه فيما يتعلق بتدين المسلمين كتستغلها المنابر الاعلاميه الغربيه وتقيم عليها احيانا بروباغندا ضد الاسلام، فيتداخل في هذا الصدد الاجتماعي والسياسي والثقافي، اذ من الطبيعي يتاثر بهذه البروباغندا المواطن الالماني صاحب الفكر المحدود داخل منظومة الفكر الجمعي الغربي اللي هو غالبا ما كيسيرو الاعلام الغربي، اوكي، او الاعلام السياسي الغربي. فنعطيكم مثال، فكثير من الاحيان ابناء ديال الالمان كيسولوا ابنائي بالمدارس وكيسولهم، كيقولوا لهم علاش كيصوموا الاطفال المسلمون، ولا كيسولهم سؤال لماذا تتحجب الطفله المسلمه، ولا كيسولهم لماذا يصوم المسلمون يوما كاملا وعند الافطار ياكلون بشراهه اكل يوم كامل في بضعة دقائق مثلا. هذه الاسئله التي تطرح، ولا لماذا تذبحون الذبائح بانفسكم، هل انتم مؤهلون لذلك؟ هذه هي الأسئلة اللي كيطرحوها حتى الأطفال في المدارس يطرحونها على أطفالي. ولجينا الأسباب ديال هذه الأسئلة غنلقاو بأنها تستخلص من ممارسات المسلمين الخاطئة للإسلام، ممارسات المسلمين أنفسهم. هذه الممارسات الخاطئة للمسلمين يعني واللي للأسف تقننها في غالب الأحيان العادات والتقاليد والممارسات اللي كيشوبها تدين مغشوش على أرض الواقع. فهذه الممارسات الخاطئة يفضحها ويطرحها الإعلام على الشعوب الغربية أيضا. فنلاحظ من الجهة الأخرى نفس الشيء للمسلمين، حيث هاد المسلمين هادو عاوتاني كتصدر منهم ومن وليداتهم تساؤلات وانتقادات كتستفز معتقدات ديال المسيحيين، هاد المعتقدات اللي يشوبها ايضا ممارسات خاطئه لا علاقه لها لا بالدين المسيحي الحقيقي الذي اتى به سيدنا عيسى عليه السلام. فكيتسائلوا، كيطرحوا اسئله على المسيحيين هنا، كيطرحوا اسئله يعني عن غرابه عقيده التالوت، ولا كيسولهم عن كيفية وفاة المسيح، ولا كيسولهم عن أصل البابا نويل المبتدع، ولا كيسولهم على أصل ديك الشجرة ديال رأس السنة المبتدعة مثلا. فكيطرحوا كذلك أسئلة من أجل كذلك الاستفزاز ورد الضرر. إذن فأهم أسباب العنصرية باسم الدين هي جهل الآخر بالدين ديال الآخر، لأن غير الجهل، لأن هذا المد والجزر ليس سببه أي دين، لأن الديانات كلها كتدعو للتسامح والاحترام الآخرين، بينما الطبيعة البشرية هي اللي كتقوم بخلاف ذلك.
فهي تهوى الصراع وتهوى النزاع وتهوى التطاحن باسم الأديان. وهذا الشيء يعني للأسف تتستغل السياسة لخدمة أجندات سياسية واجتماعية وحتى اقتصادية، وهذا كيؤدي لفتنة كبيرة في أوساط المجتمعات. وهذه الفتنة هذه ميمكنش المجتمعات أنها تخرج منها إلا محاربة الجهل ومحاربة العنصرية بالوعي والعدل في إطار التسامح والإنسانية. وخير قول هو القول ديالو سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العظيم. فالحمد لله كما قلت على النعمة ديال الإسلام، فهو دين محبة وسلام ودين جاء رحمة بالعالمين، ليس بالمسلمين فقط وإنما رحمة بالعالمين أجمعين. أسأل الله الذي جمعنا جميعا في هذه الدنيا أن يبارك لكل العالمين سنة 2021، ويجعلها إن شاء الله سنة مباركة خالية من كل بلاء ووباء، وإن شاء الله تكون مليئة بالتفاؤل وبالخير وبالمحبة وبالمسرات. اللهم آمين يا رب العالمين. كانت معكم لبنى قيسي وحديث من الغربة. كنتمنى يكون العرض ديالي راقكم ونال الإعجاب ديالكم، وكنتمنى لكم سنة جميلة وكل عام وأنتم أحبتي وبألف خير. تحياتي وقبلاتي، السلام عليكم.